ومعنا من الناصرة فايز عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك أستاذ فايز. إذا يعني ننظر إلى هذه التصريحات وغيرها من تصريحات تدين السياسة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية تجاه ما تقوم به في قطاع غزة، إن كان باستهداف المدنيين أو حتى منع دخول المساعدات، والقائمة تطول عمليا. يعني كيف تنظر الحكومة الإسرائيلية إلى هذه التصريحات عادة؟ عمليا الحكومة الإسرائيلية لا تكترث بمثل هذه التصريحات، وفي أسوأ الحالات عندما يرد على شخصية إن كانت من الأمم المتحدة أو أي دولة وهو يندد بالسياسة الإسرائيلية ويهاجم الحكومة الإسرائيلية بسبب العمليات العسكرية والإبادة الجماعية، فإنهم يتهمونه بكراهية اليهود وباللاسامية. عادة هذه هي الاتهام الإسرائيلي لكل من ينتقد سياسة إسرائيل إن كانت في الضفة الغربية أو الجرائم طبعا الرهيبة في قطاع غزة. كل من يهاجم إسرائيل هو لاسامي، يكره اليهود، يكره إسرائيل. هذه هي الجمل الوحيدة التي يردون فيها على من ينتقد حكومة إسرائيل أو يندد بهذه الحرب على قطاع غزة. أصبح طبعا هم لا يستطيعون الرد بشكل موضوعي على هذه الاتهامات أو تكذيب مثل هذه التنديدات أو التصريحات، وإنما يردون فقط بهذه الجملة، وهم يعتقدون أنهم يرهبون كل من ينتقدهم باتهامه باللاسامية، لكن هذه لم تعد تؤثر كثيرا. لكن الشيء المؤكد أن حكومة إسرائيل هي لا تكترث لا بقرارات الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا محكمة العدل الدولية ولا الجنايات الدولية، لأن هناك من يحمي إسرائيل وهو العم بايدن كما يسمونه في إسرائيل، وهو يعني حتى أن أحد الكتاب كتب أنه صهيوني أكثر بكثير من بنيامين نتنياهو. هذا الدعم السياسي بالإضافة إلى الدعم العسكري هو الذي يدفع بإسرائيل ألا تكترث لمثل هذه التنديدات والتصريحات. لذلك أعتقد أنه يعني إسرائيل هي مستمرة في عملية الإبادة، وهي ستزيد من ضغطها العسكري على قطاع غزة. لم يعد هناك أي مكان آمن، وطبعا يعني إسرائيل ترى أن كل قطاع غزة هي منطقة غير آمنة، وأنه باستطاعتها أن تقوم بمواصلة عملياتها العسكرية أو زيادتها وارتفاعها. نعم. ارتفاع وتيرتها من أجل طبعا هذا كله جاء ليخدم مصالح بنيامين نتنياهو الشخصية، ونتنياهو يريد من خلال هذه العمليات أن يفتخر أمام المجتمع الإسرائيلي، لربما ترتفع شعبيته قليلا، لأنه لن يوقف هذه الحرب حتى الانتصار الكامل. وهذا الانتصار إذا لم يحققه بنيامين نتنياهو خلال 10 شهور من حربه على قطاع غزة، فأعتقد أنه لن يحقق ذلك. نعم. ولن يحقق أهداف. طيب. هذه رغم يعني أنت